احنا قلنا باللي القرار اتخذ، القرار السياسي اتخذ، فالولايه المنتدبه حاليا لعلي صالح هي ولايه كامله الصلاحيات في المستقبل. ما تحبوش هذا. الحالة الثالثة إن شاء الله تكون بالإعلان من طرف فخامة رئيس الجمهورية عن هذا التقسيم الإقليمي الجديد، لأننا نحن في مستوى تقسيم إداري، أما التقسيم الإقليمي فسوف يمر على البرلمان بغرفته ويصادق عليه البرلمان، وهذا يكون إن شاء الله في القريب العاجل، لأننا كما قلت تقدمنا